السلام عليكم، معكم لطيفة من قناة Everything with Lola. اليوم غادي نقدم لكم سلطة استوائية بمكونات جدا بسيطة وسهلة في التحضير، نتمنى أنها تنول إعجابكم. فنبدأ على بركة الله بالمقادير. فلهذه السلطة غادي نحتاج جزر مبشور بهذه الطريقة، كرنب أحمر، كرنب أخضر، مشمش مجفف مقطع على شكل طولي، شوي حبات من الكاجو للتزيين. غنحتاجو قرعه خضراء، انا ما حكيتهاش، بغيت باش نوريكم الطريقه. كاينين شي بنات اللي سولوني كيفاش نستعملوا الحكاكه العاديه ما عندهمش لا ماندولين، فانا غادي نوريهم كيفاش. غادي نحتاجو شويه ديال زيت الزيتون، ابزار، ملح وخل. فلاماندولين ها هي، دونك كان انا حكيت فيها ديجا الجزر، وكاين البنات اللي ما عندهمش لاماندولين، فغادي نوريهم كيفاش يحكوا في الحكاكه العاديه. الوغ كنحطوا الحكاكه هاد الجهه هذه اللي هي غليظه، وكنشدوا اي خضره عندنا بغينا نبشروها بشكل طولي، فكنديروا لها بحال هكذا. وكنبشروها كامله، وهذه مناسبه باش ناكلو الخضر هكا طريه ونستافدو جميع المكونات ديالها، لان كاين بعض المكونات اللي هي كتمشي مع الطهي، فانا خصني نوقفها بزاف باش ما تخواليش في الارض. هي طبعا لاماندولين اسهل، لان ما كتكوني ديجا هي متحكمه فيها ايتو. باسكو عندي الاكل على النار، فانا حاولت انني نطفي عليه باش باش نركز مع الفيديو. فبهذه الطريقه، طبعا هاد الزريعه الدخلانيه كنحيدوها، ف المهم شويه في غازمون على درت هاد لي نابخون، ف حتى لا طاحت شي حاجه فهما نقيا بهذه الطريقه. فطبعا دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نخلطو المكونات. سمحوا لي نغسل يديا. نخلطو المكونات مع بعضياتها، الجزر، الكرنب الاحمر، الكرنب الاخضر اللي هو قطعتهم بشكل طولي. ممكن تستعملوا لاماندولين او الحكاكه، مي انا كنفضل كيجيني اسهل انه ندير له هذه الطريقه. هنايا درت المشمش على حسب، تقدروا تزيدوا في الكميه الا بغيتي، وكيف ما كنقول لكم دائما ان الكميات اللي كنستعمل فهي لشخصين، كنتم على حسب عدد الاشخاص ممكن تزيدوا الخضار. نديروا الملح، ابزار على حسب الذوق، زيت الزيتون لعشاق زيت الزيتون في حالي، كديروا بالكميه اللي حبيتي، وشويه ديال الخل او الحامض على حسب لا بريفيرونس ديالكم. كنخلطوا مزيان بطبيعه الحال جميع العناصر مع بعضياتها. فكاين اللي غيستغرب انني درت القرع الاخضر او قرعه خضراء هكذاك خضره ما طيباش، فبالعكس هي كتجي جميله بزاف ولذيذه بزاف. واصلا الى بالنسبه للناس اللي كيطيبوا بزاف ايتو، فالقرعه كتبغي لا طيبناها نشرملوها بزاف، وهذا فهذه طريقه انك ما تحتاجش تشرمليها بزاف وكتجي لذيذه. دونك قلنا دابا غير نقدموا السلطه ديالنا، نحاولوا نديروا شويه من جميع المكونات، بالخصوص هذوك اللي كيتوضروا الحبات الكاجو. نزينوها بهذه الطريقه، فانتوما كتشوفوا هانت حضرت الطبق ديالي ومازال لي يعني اكثر من طبق الشخص اخر.
فهذا هو الطبق النهائي كيف كتشوفوا معايا. سلطة تفضلوها بصحة والعافية. كنتمنى إلى عجبتكم الوصفة ديال اليوم، ديروا جيم الصفحة ديالي على الفيسبوك، تشاركوا هذه الوصفة مع الأصدقاء ديالكم، تابونا في القناة ديالي وتخليوا لي التعليقات ديالكم للمزيد من الوصفات. شكرا وإلى اللقاء.